مشاهدينا الأعزاء، أهلا بحضراتكم من جديد. ما فيش شك إن المجتمع المدني له دور كبير جدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قال إن عام 2022 ده عام المؤسسات والمجتمع المدني. حلقتنا النهاردة ولقائنا الآن على الهواء عن دور المجتمع المدني في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وبيسعدنا يكون موجود معانا في استوديو الهواء عشان يكلمنا في هذا الموضوع الأستاذ عباس الشويلحي عضو المجتمع المدني عن العمرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أي مشرفنا ونورنا. أهلا بيك. ومعانا القبطان محمد الهواري عضو المجتمع المدني عن غرب. أهلا بحضرتك معانا. مشرفينا ومنورنا. أهلا بيكم. ما فيش شك ان احنا في عد تنازلي للتحضير لقمه المناخ كوب 27 اللي هتقام باذن الله في مصر في مدينه شرم الشيخ، وعشان كده كنا بنسال عن دور المجتمع المدني والمؤسسات المدنيه في توعيه الناس ووعي الناس بمخاطر التغيرات المناخيه. يا ترى في دور ليكم في هذه التوعيه؟ ان شاء الله باذن الله. يعني دورنا كمجتمع مدني في مدينة العمرية التوعية بخصوص التغير المناخي. التغير المناخي فيه طبعا في سلوكيات كتيرة موجودة بتسبب التغير المناخي. التغير المناخي بسبب مثلا ان حد يجمع قش الرز مثلا عند الفلاحين والمزارعين، عملنا توعية هناك برضو ان القش ده مثلا وان انت تاخد القش تولع فيهم ده بيعمل برضه يسبب في انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري ثاني اكسيد الكربون وبيعمل السحابه السوداء. أيوة ده خطر جدا. احتباس حراري فده بيعمل برضه تغيرات مناخيه. تمام. في برضه القمامه، في حد بيجي بيشعل القمامه فبيطلع ادخنه، دي برضه بتعمل انبعاثات، بتعمل برضه تغير مناخي. الاسباب ديت احنا بنعمل توعيه في القرى والنجوع والمناطق الريفيه والقبليه. يعني احنا عندنا برضو العمريه فيها مناطق قبليه وريفيه، فيها شغل كتير جدا من التوعيه. احنا كدورنا كمجتمع مدني بنقدم خدمات برضو عن طريق الاحياء والتواصل مع المسؤولين وهمزه وصل بين المسؤول والمواطن. فاحنا كان شغلنا كله كان شغل توعيه، شغل توعيه بحت. يعني احنا يوميا حتى في المستشفيات، في المدارس، مناطق تانية كتير احنا بنحاول نوسع دائرة التوعية في مدينة العمرية. العمرية محتاجة شغل كتير جدا من التوعية، واحنا برضو مستمرين ان شاء الله باذن الله. ودي دعوة الرئيس وان احنا كمجتمع مدني ان ده دورنا ان احنا نشتغل في الشارع ومع المجتمع ونوصل برضو صوت المواطن لو في مشكلة عنده، مش بس بنعمل له توعية بس، احنا بنستقبل منه مشاكله وبنعرضها برضو وبنتواصل معاه بنحسسه ان احنا مش دورنا توعية وبس. انا بقول لك في طبعا في صعوبات كتيرة بتقابلنا ولكن احنا ان شاء الله مستمرين وعلى طول باذن الله. هنتكلم على الصعوبات اللي بتقابلكم بس بعد ما اتكلم مع القبطان محمد الهواري واسال حضرتك عن دوركم في التوعيه وادواتكم ايه، وهل بتقدروا توصلوا لكل الفئات وفي يعني قابليه ان هم يشاركوا معاكم وتلاقيهم بيتقبلوا في هذا المجتمع، وخاصه ان هذا المجتمع بيعتبر مجتمع قبلي شويه. كلام مظبوط. احنا كمجموعه شباب من اول شيء شغالين عليه هو الثقافه والتوعيه. بنحاول نوصل للارض، بنحاول نوصل للناس في اماكنها. النهارده احنا كمجتمع غرب اسكندريه يغلب عليه النطاق، طبعا في عندنا جزء صحراوي اللي فيه نجوع وعندنا جزء ريفي وعندنا جزء مدن. فلازم نخاطب كل شريحه بكيفيه التعامل معاها. ايوه صح. فاحنا كشباب عاملين ترابط بيننا في جميع القرى دي كلها، وبنحاول نوحد الافكار ونوحد العمل ونكونوا دايما قريب من الشباب. نوصل الفكر كالاتي: عندنا طرق تواصل اللي هي العامه، التواصل الاجتماعي ممكن تمشي مع شريحه بس ما تمشيش مع الثانيه. فبنحاول نتواصل مباشر مع الناس، بنحاول نعمل كتيبات توعيه. احنا عندنا مشكله في غرب وهي مشكله القمامه. مش هي عامه ثقافيه شويه، معظم الوقت اللي بتجمع القمامات في اماكن كده وبيرجعوا يحرقوها، فده غلط بيأثر على المناخ طبعا. انبعاثات كربونيه وثاني اكسيد الكربون بتأثر جدا الذاتيه وبالتواصل مع الجهات بنحاول دايما نشيل القمامه دي بدل ما تتحرق، بنحاول نشيلها. فده شق كبير احنا شغالين فيه، والحمد لله كغرب معظم النجوع والاماكن دي بيبقى ليها كبار. والشباب النهارده ناضج، لان عندي عنصر الشبابي
هو العنصر اللي احنا بنعتمد عليه في العمل. بنحاول كلنا نكون ايد واحده، ما عندناش تفرقه بين حد. احنا شايفين على الشاشه بعض الصور لاجتماعات وندوات انتوا كنتم بتحضروها وبتحضروها. احنا دايما عندنا اسبوعيا اجتماعات. بنحاول دايما حتى في المناسبات بتاعتنا بنتكلم على مواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. عارف ده معظم غرب، احنا عندنا المربوعه يعني. فدايما بنجمع كتله من الشباب كبيره جدا. بس بنطلع دايما بفكره. الفكره دي لازم ننفذها على ارض الواقع. فاي فكره احنا بناخدها بنحاول ننفذها في اسرع وقت. ايوه. لمسه الشارع هو المطلوب. طبعا. الناس تحس ان احنا مشاركين مع بعض، وانا بعمل مثال لازم كله يقتضي بيه، احنا مش هنعمل كل حاجه لوحدينا، احنا كلنا ايد واحده زي ما قلنا. فبنحاول مع الوقت ومع استمراريه العمل مع الشباب ان كله بيتعاون، فاحنا الحمد لله احنا واصلين كعدد يعني احنا النهارده اكتر من 250 شاب على مستوى غرب، وكل يوم في زياده. وكل شاب من دولت بيبقى معاه مجموعه شباب في منطقته او في نجعه. الموضوع تنظيمي بحت شويه. العمل التنظيمي بيريح الجميع. طبعا. كله عنده شغله فيقدر في وقت الفراغ بتاعه يوصل المعلومه. بنحاول زي ما قلت لك نوصل لجوه جوه البيت باسلوبنا احنا. احنا لو مثال مشرف للناس الناس هتقتدي بينا. فبنحاول دايما نتوسع الفكر، نلعب على موضوع الثقافه والتوعيه جامد جدا. مهم جدا. المسؤولين القضيه قضيه وعي. اننا نوعيهم ايه هي المخاطر وبعض العادات السيئه اللي ممكن يعني يعملوها، ولو تجنبناها هذه العادات هيبقى احسن بالنسبه للبيئه. كلام مظبوط. عندنا برضو حته التعامل مع المسؤولين. بنحاول دايما نوصل صوره حسنه للمسؤول عشان نقدر نخاطبه بيها. ساعات التصادم بيبقى غلط. المسؤول معذور مضغوط من كتر الضغوط اللي عليه، حاول تقف معاه، حاول تديله كلمه حلوه وهو شغال بينظف، حاول تقول له تعالى انا عندي مشكله هنا. فحالة الوصل لما بتكون بتعامل شيك وثقافة محترمة المسؤول بيحب يشتغل معانا. فأنا الحمد لله معظم مسؤولين الحقيقة عندنا نحاول نتعاون معهم، معظم أي جهة حكومية طبعا نتعاون معها، كله في صالح المواطن وفي صالح المجتمع، وكلنا في الآخر احنا دولة واحدة كلنا، ونتمنى نبقى غرب مثال لمصر كلها. وأنا سعيد جدا يعني بالحديث أن يكون ممثل لشباب غرب اسكندريه، ودي حاجه تشرفني. نورتنا نورتونا والله. استاذ عباس الشويلحي، حضرتك عن العمريه وبتمثل المجتمع المدني في العمريه، لو اقول لحضرتك ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهك في سبيل التوعيه ورفع الوعي عند المواطنين هناك؟ وبخصوص التوعيه في العمريه صعوبات كثيره. زي ايه؟ زي ايه مثلا؟ المواطن عشان توصل له بالفكره وتوصلها له لازم تاخد وقت، يعني بتجرب طريقه ما نفعتش معاه بتجرب طريقه تانية لغايه ما توصل لدماغه وتوصل لعقليته وتفهم هو وصلته المعلومه ولا لا. وطرق كتيره في توصيل المعلومه، احنا في ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب. فبنضطر احنا ننزل لهم ونعمل لهم توعيه مباشره فيس تو فيس كده. الموضوع ايه؟ الموضوع 1 2 3. طب انت فهمت المعلومه؟ فهمت المعلومه. ما تحرقش قش الرز عشان خاطر ده بيعمل ادخنه ضبابيه، بيعمل انحباس حراري، بيعمل بيوسع مثلا، بيعمل بيخلي سطح البحر بيعلى بيرتفع، بيخلي الفيضانات تزيد، بيخلي في جفاف وندره في الميه في ايام الصيف. كل ده بسبب التغيرات المناخيه. فلا عشان توصل للفلاح المزارع اللي هو بيطلع الصبح بدري في الفجر بيروي الزرع او بيزرع في ارضه، يروح بالليل ما عندوش فكره عن الفيسبوك او السوشيال ميديا عموما. فعشان ده توصل له وتقعد معاه وتشرح له الموضوع ده، موضوع برضه مرهق جدا وبياخد وقت كتير. واحنا عندنا مشكله في العمريه ان احنا اماكننا متباعده، يعني العمريه تعادل مساحه تلتين اسكندريه او 60% من مساحه اسكندريه. فيها اراضي كتيره وفيها مناطق صناعيه كتيره، بتوصل للمنطقه الصناعيه في المصانع في المدارس في طبعا الفلاحين في الجمعيات الزراعيه، توصل لرئيس الجمعيه وتتفاهم معاه وتقول له طب احنا عايزين نجمع عدد عشان نوصل للمزارعين. طب ازاي انا هوصل في التوعيه للعدد ده ازاي؟ بعد كده بتخش بقى في المجال اللي هو التعليم والصحه، وتوصل بقى المشاكل بقى، تلاقي مشكله في الصرف الصحي برضو، دي مشكله طبعًا. بيئيه طبعًا. ما البيئه التلوث البيئي بيجي من كل حاجه، مش شرط القمامه بس طبعًا. او الحرق بس. الحرق او الحرق الحاجات دي الشدوث. لا في انبعاثات غازات تانية من الصرف الصحي برضه. في الحاجات دي كلها احنا بنتواصل مع المسؤول في شركات صرف صحي او رئيس حي مثلا، او مثلا مشكله مثلا تخص الرصد البيئي في الحي،
كل ده احنا بنوصل لحل مشاكل المواطنين عن طريق التواصل، وعن طريق التواصل المباشر والتواصل عن طريق الانترنت او كده. المهم في الاخر بنوصل لحل المشاكل المواطنين مع موازيا مع مشكلة التغيرات. احنا بنتجه مع اتجاه الدولة. الدولة مثلا اليومين دول شغالة في المؤتمر الدولي مثلا بتاع شرم الشيخ، تحضير للمؤتمر، تحضير ليه شغالة بتحضر له المناخ. بتمهد للمؤتمر المناخ. احنا شايفين جلسات عربية هنا. ايوة احنا احنا في كل حتة موجودين الحمد لله. هتلاقي في كل حتة متحركين، فهتلاقينا في وسط الناس. بتلاقي تجاوب، بتلاقي تجاوب مع الناس، وبتلاقيهم فعلا بيتفهموا الوضع. نسبة التجاوب بالنسبة لنا هنقوله، مش هنقوله 100%، هنقوله 99% 90% تجاوب. لان الناس هناك احنا بنوصلهم بطريق الحب، يعني احنا جيران واحنا اصحاب واحنا اهل، وعارفين ان احنا بندل يعني بندلهم على الخير، بندلهم مصلحة العامة ومصلحة الوطن. اهم حاجة ان احنا بندور على مصلحة العامة، المصلحة العامة للبلد. واحنا كلنا كعمرية بنبقوا اهل، يعني كلنا رجل واحد واسرة واحدة، ودايما هم عند بنحسوا بعض على ان في خير مثلا جاي مثلا للبلد عن طريق ايه، ان احنا نبقوا ايد واحدة ورجالة ونقفوا وننتشروا لحل مشاكل الناس، وايضا للتوعية الثقافية سواء او التوعية اللي هي الموسمية زي التغيرات دي اللي احنا فيها دلوقتي. فالتوعية عندنا كتير جدا، يعني مش توعية للمناخ بس، لا توعية ثقافية ودينية وغيره. يعني احنا بنركز على الوعي، وان الوعي يكون موجود عند المواطن البسيط. وكمان حضرتك ذكرت ان ممكن يكون ان هم مش عارفين المخاطر على اساس ان هم ما عندهمش القدره، بعض الناس على القراءه والكتابه. فهل عملتم حاجه علشان محو اميه الناس دي؟ فعلا احنا الايام دي بالفعل شغالين بنجمع اكبر عدد اللي فتح فصول محو الاميه من خلال يعني تواصلنا مع الناس. احنا الحمد لله على مدار 24 ساعه متواصلين مع الناس عن طريق فريق معانا، فريق كبير جدا شغال في جميع القرى، في كل قريه وفي كل نجع في فريق شغال معانا متواصلين، عاملين زي دايره واحده. كل قريه بنجمع العدد اللي منها حاليا، والله يعني مش عايز اذكر في بعض المواقع الالكترونيه الخاصه الموجوده مش عايز اذكرها طبعا، ولكن احنا شغالين على التوعيه، توعيه علميه عن طريق محو اميه اكبر عدد في العمريه. ده مهم جدا. مبادرة ده مهم جدا. وعاملين مبادره اسمها العمريه بلا اميه. العمريه بلا مبادرة اميه رائعه. مبادره ومجمعنا عدد كتير، والحمد لله يعني هنبدا نشتغل قريب، وباذن الله المبادره دي هتنجح باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وربنا ييسر الامر ان شاء الله. ان شاء الله. قبطان محمد الهواري، لو قلت لحضرتك حضرتك اقرب للشباب، فازاي بتوصل للشباب الوعي والتوعيه المطلوبه، وخصوصا الطلبه الصغيرين اللي في المدارس؟ بالذات بقى الطلبه ده ملف مهم جدا. هنحاول دايما اول نتواصل مع المدرسين قبل ما نتواصل مع الطلبه، لان النهارده الثقافه دايما بياخدها من المدرس اللي معاه. فنحاول نخلي ثقافه المدرس في التعامل مع الطالب بيكون بتعامل احسن، ودايما بنحس الطالب اللي فيه ناس وراك خد الثقه. النهارده مشكله الطالب دايما حتى في المدرسه بقى خايف ساعات يروح من مدرسه عشان خاطر مدرس واحد، فلازم المدرس اولا هو اللي بيساعدنا ان نوصل الثقافه للطالب. بنحاول نتعامل مع الاسر والدتهم، اللي احنا برضو لازم ازاي يربوا اولادهم في البيت. النهارده البيت هو المدرسه للطالب. الطالب النهارده بيطلع من البيت لو مرتاح ووالدته عارفه توصل له المعلومه، هو والده طبعا يعني عارف طبعا، الستات دايما هم اللي شايلين العبء الاكبر يعني. فخلينا نقول دايما الست هي اللي ليها الحق في تربيه الولد، هي والمدرس في المدرسه والمدرسه. دي ثاني مرحله بنتواصل معاهم. النهارده برضو احنا عملنا جزء كشباب، وزعنا كتيبات على المدارس، والحمله دي مستمره. احنا مش بنعمل حمله يعني مرحله نقف، لا دي حملات موسميه دايما. المدارس ليها فصول موسميه بنحاول نتواصل معاها فيها. عندنا برضو حملات رياضيه، ان يخلي دلوقتي كل الطلبه دول يتجهوا لاتجاهات زي الكاراتيه زي الكوره. النشاطات الرياضيه دي بتخلي الطالب بدل ما هو يضيع وقته على حاجات ملهاش لازمه، لا يضيع وقته في الرياضه احسن. طبعا نحاول برضو نوعي الجزء ده في الرياضه. النهارده الرياضه اسلوب تربيه. التزام الطفل بالرياضه خلاص عارف سيستم في حياته من هو صغير، وهتلاقي دايما سبحان الله اللي مرتبط بالرياضه تلاقيه نجح في المدرسه.
طب قدرتوا توصلوا لهم مفهوم التغيرات المناخيه والخطوره من هذه التغيرات المناخيه، بحيث ان العالم كله دلوقتي بيتكاتف وبيجتمع في مصر علشان يشوف حد لهذه التغيرات؟ اكيد طبعا، احنا بنحاول نوصل التوعيه للجميع. وشق الطفل النهارده، احنا مع الاحداث المتتاليه لو مش هيعرف يتعامل معاها، الطفل النهارده جزء من المجتمع، فلازم يقدر ازاي يخاطب ويقدر ازاي يتعامل مع انه احنا داخلين في فصل الشتاء. قدر الله احنا ممكن في ظروف تحصل في الشوارع معرضين، فلازم الطفل يبعد، من ضمن ارشاداتنا ليه يبعد عن عندنا الكهرباء. ليه؟ ممكن النهارده يحط ايده طفل صغير طالع من المدرسه يحصل مساس كهرباء، لا قدر الله. فبنحاول نوعيه، خلي بالك في الشتاء امشي على الرصيف وابعد عن عندنا الكهرباء، امشوا هما جميعا مع بعض، الاماكن اللي فيها ميه ما تعديش منها. حاول وانت ماشي تبقى دايما مهتم بالسيفتي بتاعك. حاول حتى نوعي الناس اصحاب المحلات اللي حوالين المدارس، وخروج ودخول الطلبه يبقوا الناس مركزه معاهم. النهارده الطالب بيبقى ماشي، شباب صغيره، ممكن من ضمن السلوكيات احنا عندنا وبنوعي بيها الفتره دي ان عدم المشاكل خارج ساحه المدرسه. ودي دايما منتشره في جميع مدارس مصر، ان في خارج ساحه المدرسه بيحصل مشاكل بره. فهلا النهارده احنا تعاوننا مع جميع جيران المدارس، وهم عربوا مختلفه، خلي بالكم، عن اي مكان تاني، اللي الناس كلها هناك عارفه بعض، فبتحاول كلها تساعد بعض. احنا جزء من غرب، فاحنا بنساعد مع الناس يعني. احنا مش شايلين لوحدينا، خلي بالك، يعني قصه تعاونيه بحته يعني. كلمة أخيرة حضرتك توجهها لكل المواطنين في حي العمرية علشان يبقى عندهم الوعي بقضية التغيرات الوطنية المناخية. بحب أوجه رسالة لكل أهالي العمرية وغرب اسكندرية أيضا وكل المصريين عموما، أن التغيرات المناخية موضوع مهم جدا، موضوع لابد أن احنا نهتم به ونستفيد من التوعية منه، لأن الموضوع ده هيحصل فيه يعني مخاطر كتيرة لو احنا اهملنا فيه. فمن مصلحة البلد ومن مصلحة العالم كله ان يهتم بموضوع التوعية عن مخاطر واساليب او اسباب التغير المناخي، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا ان احنا نكمل يعني. كلمة اخيرة من حضرتك القبطان محمد الهواري لكل المواطنين في حي غرب علشان يهتموا بقضية التغيرات المناخية. احنا نتمنى للجميع نتشارك مع بعض ونكون كلنا ايد واحدة، ونحاول كلنا نساعد في موضوع المناخ، ونبدا بانفسنا، بدايه بانفسنا النهارده هتنتشر في جميع المجتمع. فاحنا بنحاول نبقى مثال مشرف للجميع، وبنحاول نريح جميع الطوائف في غرب اسكندريه اللي احنا بنديلهم مثال، ونحاول نوصل للشارع، ونحاول نساعد. فنرجو من الجميع ان هو يساعدنا في هذا العمل، وارجو من جميع الشباب من هنا، دي رساله ليهم، تعاونوا كلكم مع بعض ووصلوا الثقافه، وحاولوا يعملوا توعيه داخل النجوع، داخل الكرة، ما تعتمدوش غير على انفسكم، واعتمدوا انتوا توصلوا معلومه في الداخل، ما تعتمدوش حد يجي لكم، اعتمد على نفسك وابدا بنفسك، بجارك، بابنك، باخوك. خلي العمل دايما عمل جماعي، وانا دايما بفضل العمل الجماعي، ما بحبش عمل الفردي. طول عمري انا والمجموعه اللي معايا الحمد لله مجموعه كبيره، بنحاول دايما نكتر المجاميع في غرب اسكندريه بالذات، ومش في اسكندريه بس، الحمد لله علاقاتنا في اسكندرية وفي المحافظات طبعا، بس احنا النهاردة التخصص هو غرب اسكندرية. فانا من هنا برجو ان جميع يتعاون معنا ويتعاون من غيرنا، بس يوصل اسلوب التوعية الصحيح في جزء المناخ وجزء التربوي بالذات. واحنا نتمنى ان شاء الله الفترة الجاية هتكون احسن، واحنا مكملين المسيرة باذن الله تعالى. وكل حسب طبعا قدراته، او كل فئة حضرتك أيوة بتخاطبها بالخطاب اللائق ليها. احنا كل منطقة عندنا ليها طابع جغرافي معين، ايوه، ليها طبع تربوي، فحاول بنحاول دايما نحترم الوضع اللي المكان فيه، كل نجع وليه تقاليده، ايوه، كل منطقه ريفيه وليها عاداتها. فبنحاول برضه نبقى حريصين جدا في التعامل. تمام. ممكن ما يتقبلش من واحد في المجموعه، بس ممكن من واحد تاني يتقبل منه النصيحه. ايوه، وخصوصا لو قريب منه. كل الشكر لحضراتكم، شرفتونا ونورتونا. الاستاذ عباس الشويلحي، عضو المجتمع المدني عن العمريه، شرفتنا ونورتنا يا فندم. والقبطان محمد الهواري، عضو المجتمع المدني عن غرب، كل الشكر لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، انتهت حلقتنا، وباذن الله نلقاكم على الف خير في مثل هذا الموعد الاسبوع القادم. حتى نلتقي، لكم مني من اسره البرنامج اجمل وارق تحيه. شكرا لكم والى اللقاء.